يا مساء الخير عليكم، يا مساء الجمال على كل مشاهدينا ومتابعين برنامج بنات حواء. وحشتونا جدا. حلقتنا النهارده هتكون متميزه جدا. هنكمل معاكم سلسله السلسله اللي احنا بداناها الحلقه اللي قبل اللي فاتت مع دكتوره بريهان، وهي عن تاخر الانجاب. اسمحوا لي النهارده ارحب بضيفتي العزيزه، وحشتنا جدا يا دكتور، دكتوره بريهان محمد الامين، استشاري امراض النساء والتوليد وتاخر الانجاب والحقن المجهري والتجميل النسائي. احنا طبعا استفدنا جدا جدا من الحلقه اللي حضرتك شكرا كنت حبيبتي. معانا، وفعلا ناس كتير قوي تابعونا وتواصلوا معانا ان احنا نكمل بقيه سلسله تاخر الحمل. تمام. طبعا احنا كنا اتكلمنا قبل كده يا جماعه عن تاخر الانجاب في الاول، وكمان اتكلمنا عن معنى تاخر الانجاب، معنى تاخر الحمل. النهارده بقى عايزين نعرف، هنكمل بقيه المره اللي فاتت اللي هو الاسباب. تمام مظبوط. هنكمل الاسباب، احنا تمام. كنا وصلنا وصلنا للاسباب. لجزء من الاسباب، خدنا جزء من الاسباب. احنا تقريبا اتكلمنا عن ما معنى تاخر الانجاب ويعني ايه، والفت ست المفروض بعد سنه من الجواز لازم تلجا للطبيب المختص عشان تعرف ايه السبب اللي خلاها ما تحصلش حمل طبيعي. تمام. واتكلمنا على مشاكل او اسباب اللي ممكن تؤدي الى تاخر الانجاب، واتكلمنا شويه على المبيض وشويه على قناه فالوب. النهارده هنتكلم بقى عن واهم الرحم، حاجه احنا قلناها في الحلقه اللي فاتت ان ان الزوجين الزوجين يتجهوا الاثنين مع ايوه بعض، هما اللي صح، يروحوا هما الاثنين للطبيب، للطبيب. لان هو تمام. المشكله احيانا نفهم انها تخص اثنين، يعني ما اقدرش نقول انها تخص واحد بس، لازم نفهم انها بتخص الزوجين. فما ينفعش ان فرد واحد او فرع واحد من التيم ده يتجه لوحده، لازم الاثنين يتجهوا مع بعض. طيب احنا بدأنا بس ان احنا هنقول لكم يا جماعه ان لازم الزوجين هم اللي يروحوا بالظبط للطبيب. بالظبط. طيب النهارده يا دكتور عايزين نعرف طرق التشخيص بتكون ازاي؟ احنا بس الاول هنقول ان في كمان مشاكل تانية ممكن تكون. احنا خلصنا الزوج الدور اللي فات، المره اللي فاتت، الحلقه اللي فاتت، وخلصنا المبيض وخلصنا قناه فالوب. في بقى مشاكل ممكن تكون في الرحم الست نفسها، اشكال غير طبيعيه، يعني اشكال عيوب خلقيه في 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 شكل الرحم نفسه. في رحم ذو القرنين، رحم أزادي أو أحادي القرن، رحم اللي هو فيه حاجز بيكون فاصل بين داخل فاصل في الرحم نفسه، فاصله إلى جزئين، رحم طفيلي. الحاجات دي كلها بتبقى مشاكل خاصة بالرحم نفسها، ممكن الست تعاني منها ونكتشفها واحنا بنشتغل أو بندور على السبب. في كمان لو في مشكلة في جدار الرحم نفسه، اللي هو البيت اللي بتحط تدخل فيه البويضة الملقحة عشان تلاقي مكانها وتتزرع فيه وتبدأ مشوارها الطبيعي اللي هو التطور الطبيعي للحمل أو للجنين يعني. فلو في مشكله في بطانه الرحم، يعني مثلا قلنا لو في زوايد ليفيه او زوايد لحميه في البطانه دي، هتعوق التصاق البويضه الملقحه بالجدار الرحم نفسه. او لو عندي ورم ليفي كبير، وخصوصا لو كان داخل تجويف الرحم، هيعمل ايه؟ هيضغط على بطانه الرحم اللي هو بيتزرع فيها برضو البويضه الملقحه، فمش هيحصل الامبلانتيشن او الزرع البويضه الملقحه في مكانها الطبيعي او في الطور بتاعتها اللي ربنا خلقها الطبيعيه. فطبعا ده هيخلي او يحصل حمل ويحصل اجهاض، ده برضو وارد، ويتكرر عمليات الاجهاض، وبرضو يبقى ده برضو نوع من تاخر الانجاب، ما مش عارفه يعني تحمل وتجهد، تحمل وتجهد، ده برضو ما فيش اطفال بقى خلاص. فاحنا برضو لازم نعرف ان ده نوع ده من سبب انواع من اسباب تاخر طبعا الانجاب. تاخر الانجاب ده سبب تاني، اللي هو بيكون بقى مشاكل في الرحم نفسه، او في بطانه مهاجره. بطانه مهاجره برضو هتعمل ممكن في الحوض والرحم نفسه، او طالع على المبيضين او طالع على الانبوبه، كل الكلام ده ممكن يؤدي الى تاخر للانجاب. في بقى كمان عوامل تانية زي ايه؟ التحاليل بقى الهرمونية وتحاليل الدم اللي هي مهمة جدا. التحاليل الهرمونية دي ممكن نقدر نجد ان احنا هرمونات عالية، مثلا زي هرمون الغدة او هرمون اللبن اللي هو ممكن يبقى عالي، يطلع بيض غير مش جيد، كفاءته سيئة، او ان هو يعوق التبويض اصلا، او ان هو يبقى يطلع اجسام مضاده. يعني ممكن تلاقي تحليل الغده طبيعي جدا، بس في اجسام مضاده للغده نفسها هي اللي عامله مشاكل برضو وتؤدي. طب هل في تحليل الغده نفسه بيكون في تحليل تاني طبعا تحليل الغده بنعرف كتير؟ بيه الحاجات طبعا هو دي. تحليل الغده الاساسي، وفي تحليل الغده بقى الهرمونات نفسها، وفي تحليل اجسام مضاده للغده. ودي مهمه جدا، ان احنا ممكن نعمل تحليل الغده ونلاقيه طبيعي، ونعمل تحليل اجسام مضاده للغده نلاقيها هي اللي مش طبيعيه. وفي ناس كتير بتنسى الحته دي، بتنسى انها تعمل تحليل بتاع
الاجسام المضاده للغده ده مهم جدا، اللي هو ثيرا جلوبال انتي بودي ده مهم جدا ان احنا نعمله. دي حاجه. الحاجه الثانيه الاجسام المضاده نفسها بقى اللي هي في انواع كتير بقى، اللي هي انتي نوكلير انتي بودي وانتي فوسفوليبيد، حاجات كتير جدا اجسام مضاده اللي ممكن برضو تكون موجوده في الدم بتاع الست. تحليل الدم ده مهم جدا. احنا دلوقتي بنتكلم يا دكتور عن التشخيص للست نفسها. طبعا اسباب الادمان بتاعكم نشخص ازاي. طبعا تشخيص بقى، احنا لازم نعمل تحليل دم شامل. تحليل عوامل تجلط في الدم مهمه جدا. الهرمونات كامله للست اللي هي هرمونات الاباضه، هرمونات الغده، هرمون اللبن، هرمون اللي هو زي ما قلنا الاجسام المضاده كامله، كروموزومات. في حاجه مهمه جدا احنا اوقات بننساها خالص، ننسى نعمل تحليل كروموزوم للزوجين. ممكن يكونوا الاثنين عندهم مشكله كروموزوميه، يعني هم وراثيه واحنا مش عارفينها، نجد ان دي برضو بتؤخر الانجاب. مهم قوي ان انا ابدا امشي المشوار وما ازهقش، لان وراثيا ان هم يعني يكونوا مثلا قرايب او كده بالذات لو كانوا قرايب طبعا ده ابدا ان هو نعمل تحليل اللي هو الكروموزومي ده او اللي هو فحص الكروموزومات للزوجين مهم جدا. عشان كمان في حاجه مدام هبه، في ناس تيجي تقول لي والله يا دكتوره انا مثلا جبت طفل كويس وبعدين بكده جبت طفل مثلا عنده مشكله وعايزه اتفادى برضه الطفل اللي عنده مشكله ده تاني، اعمل ايه؟ بنقول لهم تعملوا تحليل كروموزومات، وممكن نعمل نقول نلجا الى وسائل الاعصاب المساعده ونعمل حقن مجهري ونبدا نفحص الجنه اللي طلعت دي جينيا. هي لو هي جايبه طفل اول طفل ليها طبيعي جدا ما فيهوش اي حاجه، وبعد كده ممكن نعمل نتجد جابت طفل تاني فيه مشكله وتيجي تقول لي انا عندي طفل فيه مشكله، انا عايزه استبعد يعني ان تكرر عندي مشكله دي تاني، اعمل ايه؟ يعني نقدر نقول ان العلم اتطور في كل المجالات الحمد لله، بس مهم ان الزوجين ما يزهقوش من. طب معلش يا دكتور في سؤال مهم جدا، حضرتك بتقولي ان انا اعمل تحليل الكروموزومات، تمام، ده مفروض ان انا اعمله قبل ما ابقى حامل ولا انا دلوقتي حامل؟ طبعا عشان اعرف ايه السبب اللي يعني اولا هو ممكن يؤخر وممكن لو انا عندي طفل فيه مشكله وممكن يكرر عندي نفس المشكله. طب انا لو ما عنديش مشكله يعني حضرتك برضه لازم اعملها؟ ان ممكن الطفل الاولاني ما فيهوش مشكله، تمام، وفي الطفل الثاني حصل فيه مش مشكله، مش لازم بقى الطفل ممكن الثالث يحصل فيه مشكله نفس الاولاني، فالمفروض ان احنا نعمل تحليل، نعمل تحليل كروموزومات طبعا. دي حاجه. تمام. او ان ما حصلش حمله خاصه لسه اتاخر فعلا الحمله عندي وابدا الجا ان انا اعمل تحليل كروموزومات عشان اعرف هل في سبب هو هو يكون في سبب هو اللي فعلا مؤخر هذا الحمل ولا لا. طبعا التحاليل مهمه جدا، بس ما اقدرش اخد قرار الا ما اشخص الحاله دي ايه السبب الرئيسي اللي وصلها انها مش عارفه تحمل، مش عارفه تحمل طبيعي. طيب انا ممكن اعمل كل حاجه وفي الاخر ما الاقيش اي اسباب، يعني الاقي الزوج كويس جدا جدا وست كويسه جدا مفيش اي مشاكل، هنقدر نقول لهم يا جماعه ده بقى متاخر انجاب غير معلوم الاسباب، انتوا تمام والست تمام بس اكيد في سبب بس مش واضح باللي احنا عملناه كله. فهنعمل ايه بقى؟ هنضطر نرجع بقى للوسائل اخصاب المساعده اللي احنا نقول بقى اللي هي اطفال الانابيب اللي هو الحقن المجهري. الحقن المجهري هو المسمى المطور لاطفال الانابيب، وفي طبعا تلقيح صناعي وفي مفهوم خاطئ. طب هو انا المفروض ان انا اوصل مثلا للحقن المجهري ده لو انا ما عنديش اسباب وزوجي برضو ما عندوش اسباب ولا في اي حاجه واحنا الاثنين سلام، او اوصل بعد قد ايه؟ يعني احنا المره اللي فاتت قلنا ان احنا هو العروسه بتجري بسرعه لحضرتك. هم نقدر نقول احنا بناخد سنه محاوله طبيعيه، سنه، والسنه الثانيه دي اللي احنا بنقول عليها ايه، احنا بنحاول وبنروح للدكاتره وبنعمل فحوصاتنا وبنحاول طبيعي وبنحاول منشطات شويه، بنمشي مشوار شويه وما نزهقش. حصل الحمل خير وبركه، لا قدر الله ما حصلش يبقى هنتوجه مباشره الى وسائل اخصاب مساعده. في ناس تقول لي دكتوره التلقيح الصناعي او الحقن المجهري طب ايه الفرق بينهم؟ لا الفرق كبير طبعا بين ده وبين ده. التلقيح الصناعي هما الاثنين طبعا وسائل اخصاب مساعده، بس نقدر نقول اخصاب وسائل مساعده اللي هي فعلا نسبه نجاحها اعلى اللي هو الحقن المجهري. التلقيح الصناعي يعني وسيله قريبه جدا للعلاقه الحميميه بين الزوجين، بس بتقوم بدور احسن شويه ان انا بنشط المبيضين شويه للست، بنشطها بطريقه بسيطه للزوجه عشان اطلع اكتر من بويضه، ما يبقاش كتير قوي، ما اقدرش انشط بقوه عشان ما اطلعش عدد كبير، اني مش هطلع البيت بره، انا مش البويضات مش هطلعها بره، هتبقى داخليا. وبعدين ببدا يوم التبويض اللي انا بتابعه مع في العياده عندنا اوجه الزوج الى معمل الذكوره بيدي عينه السائل المنوي بتاعته، نبدا نحضرها بطريقه معينه ان احنا نشوف العدد بتاعها ولو في اشكال مشوهه كتير نشيلها، او لو في صديد بتتغسل، او لو فيها نزوجه عاليه ايا كان بتتحضر لعينه السائل المنوي،
وبيدوها لنا واحنا بنحقنها يوم التبويض في رحم الزوجه مباشره داخليا. تمام. فطبعا بتجب لو في مشكله في حركه المني، احنا دايما العلاقه الحميميه بيكون القصف في المهبل، فبيكون المشوار طويل قوي على المني انه يدخل من المهبل الى الرحم، فلو عنده ويوصل للانبوبه، فلو عنده مشكله في الحركه احنا بنجب هذه المشكله. الحركه ما فيهاش مشكله بقى دلوقتي، ان احنا قربنا المسافه ما بين الحيوان المنوي والبويضه اللي موجوده في الانبوبه. تمام. دي حاجه. لو في مشكله في المية نفسه، مشكلة مشوهة شلناها، لو في صديد غسلناه، لو في اللزوجة حطينا مغذيات معينة عليها، ركزنا كمية المية اللي موجودة تماما. كمان لو في مشكلة في مهبل الزوجة نفسها، في حمضية عالية للمهبل بتقتل الحيوانات المنوية، يعني في حاجات كثيرة جدا. بس هو في الاول والاخر العمليه دي قريبه جدا للجماع، انها ما فيش عمليه، ما تخشش عمليات، بتتعمل عادي خالص، ممكن في العياده او في العمليات بدون تخدير، يعني هي صحيه عادي، انها مش مؤلمه وما فيهاش اي مشاكل ولا اي تدخل جراحي. اما الحقن المجاري مشكلته، هو الحقن المجاري هي عمليه قريبه جدا الى، او هي المسمى المطور الى اطفال الانابيب. زمان كنا بنحط البويضه والمني اذا يعني اي ست تسمع انا لسه هعمل حقن مجهري وادعوا لي وانا مش عارف ايه، والله هي فالموضوع العمليه مش بالنسبه صعبه لهم كتير، بيبقى صعب قوي. هي صعبه نفسيا، لان هي بتبقى صعبه نفسيا، لانها هي بتتعرض الى مرحله فتره من ابر ومنشطات، وبعدين بتبقى فيها شويه الم شويه وشويه انتفاخ بسيط في البطن، بعدين بتدخل في عمليه سحب او تجميع للبويضات، وهي الحقيقه مش مؤلمه لانها ما فيهاش جروح وما فيهاش اي حاجه، هي الموضوع كله بندخل بابره رفيعه من خلال المهبل من تحت السونار، يعني الالترا ساوند، وبنسحب البويضات دي كلها. هي مش مؤلمه العمليه نفسها اثناء يعني، لانها بتخدر كمان. تمام. بتتدروخ وبتنام، فالموضوع مش مؤلم، وبتفهم البنك ما فيش جروح، هي ما عندهاش اي جرح ولا حاجه، هي الموضوع كان بسيط جدا في الاداء، لكن هي مؤلمه نفسيا ان هي اخذت فتره من اسبوع ل 10 ايام منشطات، عمليه السحب نفسها، التحضير كمان النفسي، انها عايزه تبقى ام وعايزه تبقى عايزه كل حاجه بسرعه بالظبط، وتعبت يعني، عملت برضه مشيت مشوار عشان توصل للهدف اللي هي فيه. فالموضوع بالنسبه لها مش سهل ان هي تبدا تلجا الى الحقن المجهري، وان هي تحتاج، لكن العلم تطور يا دكتور يعني. طبعا يعني طبعا برضو اي ست يعني المفروض ان هي تبقى فرحانه ونفسيتها كمان تبقى يعني عندها طاقه ايجابيه ان هي بتعمل كل ده علشان توصل. هي لازم احنا لازم نبقى عارفين نقطه مهمه جدا، احنا ما بنعملش وهم، هو في الاول والاخر يعني النجاح احنا فريق عمل، بنقوم كلنا كل واحد على حده بدوره كامل، بس في نسبه كبيره قوي برضو عند ربنا مش عندنا احنا، يعني هو لازم احنا نعمل كل حاجه صح، ان الزوج يبقى عندنا ثقه في الله بالظبط، لازم يكون في التزام جامد قوي بكل اطراف اللي بيشتغلوا، الدكتور والزوجه والزوج والمعمل اللي بيشتغل، معمل اجنه اللي هيشتغل في عمليه الحقن المجاري دي كلها، كلنا بنشتغل وبنقوم بدور مهم جدا، كل واحد على حده بيقوم بدوره كامل. لكن لازم نعرف ان مفيش نسبه في المية، مفيش 100% دي خالص. فهي الست بتبقى متخيله انها داخله وانها تطلع حامل، لا يعني ما اقدرش اوعدك، لكن اوعدك انها تاخدي احسن كير واحسن رعايه وعنايه انك توصلي للهدف ده، وده عالميا معروف ان مفيش نسبه عالميه 100%. فاحنا لازم نفهم ان احنا بنعمل اللي علينا نسيب الباقي بقى على ربنا، بالظبط كده يعني. هو مش احنا مش ميركل، مش يعني احنا مش بنعمل سحر او لا، احنا في الاول والاخر بنشتغل زي العلم ما قايل لنا. وفعلا مهم جدا ان انا ما اتاخرش، لان العمر احنا تقولي طب يجي الزوج يقول لا انا استنى شويه، لا طب استني مش عارف سنتين ثلاثه، طب الى متى؟ بعد الحقن المجهري دي يا دكتور بيكون في متابعه طبعا مع طبعا على طول، هي على طول متابعه معانا، ما بتسيبناش خالص لحد ما تطلع. هو الحقن المجهري دلوقتي انك لازم يعني هي المفروض ان هي في خلال قد ايه ان انا بعد ما اعمل الحقن المجهري ان انا ابقى حامل؟ بعد اسبوعين من ترجيع الاجنه بنعمل اختبار حمل وبنشوف انها حامل ولا لا. تمام. اذا كانت حامل بتكمل على علاج معين، وبنبدا بقى متابعه طبيعيه بقى بتاعت اي ست حامل. ويا جماعه الحقن المجهري ما فيش حاجه اسمها انا اعمل حقن مجهري يبقى عندي بيبي في مشكله، ابدا بالعكس. ده الحقن المجهري في الاغلب بيكون البيبي ما فيهوش مشاكل اكتر من الطبيعي، وخصوصا نقي بالظبط، خصوصا لو احنا لجانا الى حاجات اخرى يعني، او مثلا او فحوصات اخرى للاجنه نفسها اللي احنا طلعناها دي، لو كنا محتاجين لها فعلا، هي فحص جيني للاجنه نفسها وما شابه. فالامر مش ما فيهوش ما يخيف، بس مهم ان احنا نبقى هاديين
والقلق حقيقه كمان ليه اثر سلبي نفسي ايوه سلبي فعلا، شديد جدا. فالقلق ده بيبقى فاحنا مشكلة. مش للزوجين لازم نبقى، فاحنا متوكلين على ربنا وماشيين وبنعمل اللي علينا، والالتزام يعني هو الالتزام بالتعليمات مهم جدا، تمام. التزام بمواعيد القابله اللي هنكتبها مهم جدا، التزام بالعلاج اللي هنقوله مهم جدا، بعد الترجيع شويه فتره راحه، يعني احنا بننيمش 6 يعني، لا بنقول لها فتره راحه يعني، بس بعد كده بتبقي انسانه طبيعيه، بتبقي هادئه شويه في تعاملك. الست الحامل من خلال طب معلش يا دكتور، بعد اذن حضرتك، اتفضل. في سؤال مهم جدا دلوقتي. انا بعد ما اعمل الحقن المجهري لاول مره، ان تمام. هو الحمل اتاخر، دلوقتي انا ممكن اعمل تاني حقن مجهري ولا ممكن الامور تبقى ماشيه طبيعيه؟ هو طبعا في ناس ده سؤال مهم انا يعني. طبعا اكيد انا كل هرد على الناس حضرتك. احنا هتسال. لما بنعمل حقن مجهري اول مره، ولو لا قدر الله ما حملتش، احنا بنعمل ايه؟ ما تمام. بنقولهاش انت تعالي الشهر الجاي اعملي حقن مجهري. هي حتى لو عايزه، لو هي مصره تعمل تاني، نقولها لا نصبر شويه شهرين لعل وعسى يحصل حمل طبيعي. تمام. في كتير قوي بيجوا لنا سبحان الله بعد ما نعمل اول محاوله، تجينا ست حامل طبيعي خالص من غير اي تدخل ولا حقن مجهري ولا تلقيح صناعي ولا اي حاجه سبحان خالص. الله. لكن عشان هما نسيوا، بالظبط اللي عشان هي هم حضرتك نسيوا كنت بتقول بالظبط، عليها ان ايوه هي بالظبط هي نفسية، نسيوا، بس المهم مش ما يبقاش في مركزين. سبب جوهري هو اللي يعني مثلا ما يبقاش في مشكله كبيره في الزوج، يعني ما عندوش مثلا ما فيش مانيا خالص، او مثلا احنا خدنا مانيا من خصيه وجمدناه هنشتغل بيه، طب هتحمل منين؟ او مثلا يكون عندها قنوات كلوب الاثنين مقفولين، طب هتعلقوا ازاي الاثنين؟ ما يعني ما يبقى زي ما نقدر نقول اللي هو تاخر الانجاب غير معلوم الاسباب، هو ده اللي ممكن بيحصل فيه احتمال كبير جدا انه بيحصل حمل طبيعي بعد ما او تحمل وتولد تمام. وعندها بيبي وتفاجأ بيها بعد 5 شهور جايه لنا حامل تاني من غير اي تدخل ولا اي حاجه خالص من عند ربنا كده. تمام. طيب العلاج بقى، عايزين طرق العلاج. طرق العلاج طبعا بتعتمد على السبب اللي احنا لقيناه. احنا لو عندنا مثلا مشاكل في الرحم، مثلا عندي حاجز بنخش بنشيله، لو عندنا ورم ليفي بنشيله، لو عندنا تليف او جزء زوايد ليفيه او لحميه في بطانه الرحم برضو بنشيلها. المنظار التشخيصي مهم جدا، ومع التشخيصي بيكون في علاج، يعني بيكون وان سيتنج يعني جلسه واحده بندخل نشخص ونعالج، تمام. نشوف في فعلا القطع الليفيه او موجوده بنشيلها، او لو في ورم ليفي بنبقى عارفين احنا داخلين نشيله، خصوصا لو هو كان في تجويف الرحم ويعوق زي ما قلنا اللي هي التصاق البويضه الملقحه في جدار الرحم. تمام. دي حاجه. او لو عندنا مشكله مثلا اجسام مضاده، في ابر بناخدها فتره قبل حدوث الحمل، قبل حتى المحاوله نفسها، عشان ما يحصلش اجهاض او انه يحصل حمل. طيب هو في صور لحضرتك نقدر نعقب نشوف. عليها؟ ممكن بس نشوف الصور دكتورة تقول لنا عليها، اشرح دي لنا دكتور. صورة للأشكال الغير طبيعية للرحم. احنا هنشوف هنا في الناحية اليمين كده، هنلاقي ان في ده الرحم اللي هو جزئين، يعني رحمين ليهم 2 عنق رحم حتى واضحين خالص، كل واحد ماسك تمام في الأنبوبة التانية ومع المبيض تمام التاني. تمام اللي جنبه ده الرحم اللي هو ذو قرنين، احنا شايفينه عامل نازل قوي، ده واضح ان هو زي شكله زي القلب شويه كده. تمام الاخير ده اللي هو احادي القرن، اللي هو تمام الرحم اللي ليه قرن واحد. تمام اللي في النص ده اللي هو في الناحيه دي، ده خط تحت اول واحد ده على كده الشمال. على الشمال، ده اللي فيه حاجز، واضح انه فيه حاجز قاسم الرحم نفسه كله، وده بنشيله بقى جراحيا بالمنظار. تمام. ده الاخير ده برضو في جسم الرحم من فوق فيه شويه زي يعني اعوجاج خفيف كده دي من اشكال الرحم اللي حضرتك اشكال رقم شرحتيها. اللي هي غير في طبيعيه صورة تانية بالنسبه. يا جماعة، صورة تانية. تمام. هنا بقى دي بصي دي الزوايد اللحميه او اللي فيها اللي موجوده جوه بطانه الرحم، هنلاقي فيه 3 زوايد موجودين هنا، والتحت دي في عنق الرحم الاخيره خالص اللي هي دوريات بيضاء في وسط الجدار الاحمر ده، دي بطانه الرحم اللي هي المفروض تمام التربه اللي بتزرع فيها البويضه الملقحه تمام بعد يعني عشان يحدث الحمل يعني. تمام البويضه اتلقحت في القناه ومشت عشان تدخل بقى مكانها الطبيعي وتبدا بقى مسارها الطبيعي في الانقسام وتعمل جنين. تيجي تدخل البطانه دي تجد انها مليانه بالزوايد اللحميه دي، خلاص مكانها مليان تنزل وكان ما حصلش الحمل، او ان يحصل حمل وتجهد.
بتحصل اجهاض، فده برضو مشكله تانيه ان احنا نقدر نقول. فاحنا بنحاول بقدر المستطاع ان احنا يعني نشخص المريضه صح، عشان حتى قبل ما نلجا لوسائل اخصاب ومساعده عشان نعين نسبه النجاح، لان كل ما تفاديت اي مشكله عضويه في داخل عضو معين مهم جدا، يعني انا ما اقدرش احمل بدون الرحم ازاي؟ طيب يعني الرحم ده عضو مهم جدا. احنا طبعا وقتنا بيخلص مع حضرتك بسرعه جدا، ويعني بصراحه احنا يعني النهارده برضو استفدنا بجزء تاني من تاخر الانجاب، وان شاء الله برضو مع حضرتك هنكمل سلسله تاخر الانجاب. كان معانا دكتوره بريهان محمد الامين، استشاري امراض النساء والتوليد وتاخر الانجاب والحقن المجهري والتجميل النسائي. بنشكر حضرتك جدا. شكرا جدا. شكرا جدا. يلا خلونا نطلع فاصل ونرجع نكمل باقي حلقتنا.